أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مؤسسة التمويل الدولية ستقوم بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس الوزراء مع رئيس مؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب. الحقيقة النهاردة إحنا بنشهد الحقيقة حدث مهم جدا في خطة الحكومة اللي أعلنت عنها في موضوع الطروحات وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. احنا يمكن كنا اعلنا من فترة عن عدد من الشركات اللي احنا حددناها بصورة تقديرية ب 32 شركة اللي الدولة المصرية بتعتزم طرحهم سواء لمستثمرين استراتيجيين او من خلال الطرح العام في البورصة. وبالفعل احنا واخدين خطوات تنفيذية ونأمل ان شاء الله قريبا في الاعلان عنها في عدد من هذه الاصول. ده غير بالفعل شركتين طرحناهم، كان شركة باكين وجزء من الشركة المصرية للاتصالات اللي بالفعل تم إنهاء أعماله. ولكن هنا يمكن عشان نضمن استدامة وحوكمة المنظومة على مدى طويل، هنا كان الشراكة المهمة جدا مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في إطار البرنامج أو إطار القطري للشراكة ما بين البنك الدولي ومصر.